يا بي انا غلطت بحقك وحق اخواتي وغلطت باسم عيلتنا وبيت ابو حصام علموا علينا ليوم الدين. هاي شبري يا ابي وشو بتأمر؟ انا جاهز. انتي سويت وشي وعملتني قد الكمشي قدام ابو عصام لانه ما فتحت بمه بحرف. يا ريتو كان حكى، يا ريتو كان قال اي شيء. انا هذا اللي قهرني اكثر. حقك يا ابي، حقك. وزيدك وزيدك سامحني. شو بتفرق اذا سامحتك؟ شو بتفرق؟ ضلت لاسقة فينا هاي التهمة. ابن أبو ظافر شايل صورة بنت أبو عصام جيبته. هات أشوف. شو بدي أقول لك؟ شو بدي أقول لك؟ روح يا ابني. الله يسامحك. الله يسامحك. يا بي انا رايح على المايكه مشان اخي يروح لعند حلوته لانه عريس جديد. هيك روح. الله معك. شو جابك بهالليل؟ جيت مشان اخذ محلك لانه لساتك عريس. الله يخليني اياك يا اخي، انا بحبك كثير. يا خاطرك. تاخر بكره ايه؟ امرك اخي امرك. في جثة بقلب البايكة. يا لطيف هالحكي. ايش لعمل؟ بتعمل حالك بتروح على ابو صافر وبتاخده معك وبتلاقي لي على البايكة. امرك سيدي. يا العظيم. يا ابني اعطيني الكولونيل جان. احترامي سيدي. سيدي وصلتنا اخبارية انه البايكة تبع ابو صافر مفتوحة والغنمات هربانين في جثة واحد مقتول. نعم سيدي هيك بتقول الإخبارية. حاضر سيدي. احترامي. يا رب تتلطف فينا يا رب. شوف 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 شوفي. فتشت المكان منيح؟ نعم سيدي.
وعرفتوا شو السلامين؟ نعم سيدي، حرزنا الموجودات والمغدور هو ظافر ابن ابو ظافر. بتعرف بدك تشتغل يا بجودت ولا علمك؟ ولو سيدي اكيد بعرف. تابعوا سيدي. شكرا. لك حدا يفهمني شو عم يصير؟ كسر ظهري يا ولدي، كسر ظهري. بكرت كتير يا ظافر، بكرت كتير. اسمعوني يا رجال، عزل ظافر ما فيه حتى أعرف غريمي.